الشباب المغربي شباب واعي، الشباب المغربي بحكم الجغرافيا ديال المغرب، ان الانسان المغربي والشباب المغربي ما ي... لازم ي... لازم يتابر، لازم قلتها وكنعاودها بجميع المنابر الاعلاميه، الى تسد باب كونتينيو خليك ما توقفش ما تيأش، لان يعني رحمه الله سبحانه وتعالى كبيره، والانسان الى تابر راه غادي يوصل المراد ديالو بحول الله تعالى. معكم يونس بوغرين، المدير العام لشركة تويوتا، ونتمنوا من الله انه يعجبكم هذا لو بوتي روبورتاج، وان شاء الله نعرفكم على الامور اللي كنديروا، كيفاش كدوز لوبيراسيون، وان شاء الله انها تعجبكم. يبقوا معنا. بعد حصولي على البكالوريا سنه 1996 بالضبط، التحقت بالجامعة، جامعة الحسن الثاني في طريق جديدة. خلال هذه الفترة تحت لي الفرصة أنني نغادر الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا مدينة أورلاندو سنة 1998 بالضبط. وتما بدأت المسار ديالي، الدراسة على ما يرام، واتفقنا على اتفقت مع يعني مع لي ماناجر ديالي في ذاك الوقت انهم يخليوني انني نكمل في الدراسه ديالي، وميم طون انني نتحقق بالعمل، وخصوا لي واحد لو بروغرام اللي كان اديكوا وزيتي تري فليكسيبل، والحمد لله وفقنا في المسار الدراسي، وميم طون وفقنا في المسار المهني اللي هو اليوم 22 سنه مع شركه اوتوناس. خلال المسار ديال 22 سنة قدرت أنني نبصم على واحد المسار المهني اللي هو يعني حافل يعني بتتويجات. فاليوم أنا كنعمل كمدير عام لهذا المقر، هذا اللي تحتوي على 313 الموظف وموظفة من طراز العالي، يعني تقوموا بواحد العمل جميل، والحمد لله توفقنا أننا نكونوا من احسن الشركات، يعني خصوصا ان يونس بوغرين عنده خدمه الزبون شي حاجه اللي هي ساكري، هذه يعني هذا كان هو سر النجاح. كنت محظوظ انني عندي علاقات، نسجت علاقات جميله جدا مع الرابطه الامريكيه لكره السله، وعلى الخصوص فريق أورلاندو ماجيك اللي كتعتبر البيت ديالي تماما، يعني نقدر نقولها لانه الناس اللي ساهرين على هذاك النادي يعني اصبحنا كعائله، وبحكم من العلاقه اللي كانت عندي مع الساهرين على النادي وعلى الان بي اي، تحت لنا الفرصه اننا نقوم بواحد التظاهره اللي كانت فريده من نوعها، يعني في 2015 كانت اول تظاهره اللي عرفت يعني حضور جماهيري خطير واقبال عجيب. فدائما تنقول ان المغربي في محل ولا ارتحل، المغربيه ديالو باينه والمغربيه ديالو عنده في الدم، ما تقدرش تحيدها له، يعني بهرناهم بواحد الطريقه انهم فتحوا لنا الباب اننا نعاودوها مره ثانيه، وهذا ما كيكونش، يعني نورمالمون كديرها مره واحده وتيدوزوا لبلدان اخرين، ولكن داك العمل اللي قمنا به وداك لاتونسيون لي ديتاي اللي درنا خلى الان بي اي انها تنبهر، وعطاونا الفرصه اننا نعاودوا التظاهرة الثانية واللي كانت في 2016. فيعني كانت عندي الفرصة أنني اشتغلت كنائب رئيس الغرفة الأمريكية المغربية للتجارة، واللي كتضمن أنشطة ثقافية اجتماعية اقتصادية، وكتعمل أنها صلة ربط ما بين المملكة المغربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لا من ناحية الاستثمار لا من ناحية الناس اللي تبغي تجي تكمل الدراسة ديالها في أمريكا. فاحنا كنبسطو لهم واحد البساط، كنعاونوهم وكنقربوهم وكنسهلوا عليهم المسافات. أنا كنعشق المغرب، كنعشق المغرب، يعني كلمة العشق يعني كنقولها من القلب الخالص. المغرب ديالنا مغرب العزيز، مغرب الحبيب، غادي في مسار
تنموي جميل بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيداه. تنظن أننا غادي في واحد النادي ديال الدول اللي تقدر تلعب لعب كبير إن شاء الله. دجا احنا الحمد لله عندنا واحد الصدى جميل، ومازال باقي النمو باقي الازدهار. فعلاقتي بالمغرب علاقة حميمية وعلاقة يعني متجذرة حتى النخاع.